مشاهدونا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. وصل اليوم إلى البلاد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس دولة مالي والرئيس الدوري لمجموعة 5 لدول الساحل. بوبكر كيتا كان في استقباله بمطار جمال الدولي رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. زيارة كيتا إلى البلاد تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين تشاد ومالي. خليل حسن صالح. في سياق تعزيز الروابط الإقليمية الإفريقية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه دول الساحل، فقد وصل إلى البلاد الرئيس المالي والرئيس الدوري لدول المجموعة الساحلية الخمسة إبراهيم بوبكر كيتا. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية توجه الرئيسان إلى منصة الشرف لعزف نشيد المجموعة الساحلية والنشيد الوطني التشادي. بعد ذلك صافح الرئيس الدوري أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للبلاد وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة التي جاءت خصيصا لاستقباله بساحة المطار، ليتوجه بعدها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ونظيره الزائر إبراهيم بوبكر كيتا إلى صالة كبار الزوار قبل أن يتوجه إلى حيث إقامته. زيارة الرئيس الدوري للمجموعة هذه تأتي في إطار أنشطة المجموعة الساحلية الخمسة المتعلقة بالأمن والاستقرار والتنمية في الشريط الساحلي، كما تسمح للزعيمين تبادل الآراء حول تعزيز سبل التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين مالي وتشاد. هذا وسيتطرق الزعيمان لوضع آليات وخطط جديدة لمحاربة الجماعات المتطرفة والقضاء عليها نهائيا في الشريط الساحلي لدول المجموعة الخمسة. فتحدث رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للصحافة المالية بالتصريحات التالية. وصل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي إلى محل إقامته بالقصر الرئاسي. تحدث فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للصحافة المالية عن الزيارة قائلا: أولا وقبل كل شيء أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في زيارته هذه والتي لم تكن الأولى من نوعها إلى تشاد، بل تعتبر الزيارة الثالثة، وإنه الآن يترأس الرئاسة الدورية لدول المجموعة الساحلية الخمس والتي تأسست هنا في العاصمة أنجمينا. أنا وأخي الرئيس بوبكر كيتا نتقاسم أهدافا مشتركة وفي تواصل مستمر من أجل تعميق العلاقات بين بلدينا من ناحية وفي المجموعة الساحلية الخمس من ناحية أخرى، ونعمل معا أيضا من أجل توقية الآليات المشتركة لمنظمتنا حتى لا نكون على غفلة، وكما نعمل معا على دحر التطرف واستئصال الإرهاب في المنطقة. واليوم بحمد الله تم تأسيس معسكر قيادة الدول الساحلية الخمس والتي تم تدشينها بداية هذا الأسبوع في جمهورية مالي، وقام بتدشينها الرئيس الدوري للمجموعة إبراهيم بوبكر كيتا. وهذا يجعلنا نعمل بجدية من أجل تأمين دولنا من آفة الجريمة المنظمة المتمثلة في الإرهاب والتهريب، وهذا سبب شلل أمني أسهم في سوء تنمية بعض الدول الساحلية الخمس. وقررنا في مؤتمراتنا آنفا بأن قيادة المجموعة سيتم فتحها في شهر أغسطس المنصرم، وبالفعل حققنا هذه الفكرة وبدأ العمل منذ تأسيس المجموعة في المنطقة الشرقية من الساحل، أقصد جمهورية موريتانيا، وفي المنطقة الغربية بالأمس القريب تم تدشين القيادة، وما تبقى من ذلك إلا قيادة المنطقة الوسطى. وأطلب من شعبنا في دول الساحل بأن يكونوا على ثقة تامة في قياداتهم، وما نعمله معا هو ينصب دائما في هدف تنمية البلدان الساحلية والتي عانت كثيرا من الإرهاب والذي خلقه الغرب لنا، لأننا لم نصنع حربا ولا نخلق مشاكل، نحن لا نريد إلا السلام والأمن ورفاهية شعوبنا. وزيارة العمل والصداقة التي يقوم بها أخي وشقيق الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى الدول الأعضاء في المجموعة ما هو إلا تواصل وتفاكر من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لإقليمنا. وفي هذه الزيارة سنضع آليات فعالة ونشطة ونقوي التعاون في مختلف المجالات، سواء في جمهورية مالي وتشاد أو بين الدول الأعضاء في المنطقة الساحلية الخمس، ونفعل بشكل جدي ومتواصل إلى تأمين دولنا.